في هذه المحاضرة راح نحكي عن الفرق بين الإيرثينج والجراوندينج، وهي طبعا من أهم التوبكس اللي بتعرض لها المهندس عند ما يتعامل مع الإلكتريكال سيستمز. الإيرثينج means connecting the dead part. The dead part هو the part which does not carry current under normal condition to the earth. يعني إذا في عندك مثلا جهاز كهربائي والكيسينج تبعه معدني، هذا الكيسينج تبعه هو dead part، لأنه بالوضع الطبيعي مفروض ما يكون موصول بالتيار الكهربائي. فلما نربط هذا الجزء dead part من الجهاز تبعي للأرث هذا بنسميه earthing. For example, electrical equipment frames, enclosures, supports, chassis، كل هاي الأشياء مفروض إنه تنشبك على الأرث، وهذا بنسميه earthing. The purpose of the earthing is to minimize the risk of receiving an electric shock if touching metal parts when a fault is present. إذا الوضع كان مثالي مفروض ما في مشكلة، أنت لو تمسك الهيكل المعدني لغسالة أو لمايكروويف مفروض ما عندك مشكلة، إلا إذا صار في فولت. الفولت بيصير إذا السلك اللي بيحمل التيار الكهربائي اتعرى بشكل أو بآخر فصار ملامس للهيكل المعدني الخارجي. في هذه الحالة بشكل خطورة على الأوبريتر إذا مسك هذا الهيكل، لكن وجود الأرث بيحمي من الشوك في حالة الفولتي كونديشنز. بالعادة بنميز الخط تبع الأرث بأنه green، أو ممكن يكون لونين green مع yellow زي ما احنا شايفين في هذه الصورة. واضح هنا كيف احنا رابطينه على الشاسي تبع الإكويبمنت وبنرمز له طبعا بهذا الرمز. هلأ وين بيكون الطرف الثاني رايح من هذا السلك؟ بيكون رايح على حفرة في الأرض بهذا الشكل. هذه الحفرة بتكون عميقة، بتكون رطبة، وبيكون الريزيستنس تبعها أقل ما يمكن. فلو بدنا نمثل العملية، بيكون في عندك أنت current supply AC، بيكون في عندك خطين، هذا single phase، بيكون خط live وخط neutral، ومشبوكين على اللود. هذا اللود ممكن يكون زي ما حكينا غسالة، مايكروويف، ثلاجة، أي شيء. وهذا الإكويبمنت إله زي شاسي أو إله زي إنكلوجر معدني. فالإنكلوجر المعدني هو اللي بنربطه على الأرث. هذه هي عملية الأرث. شايفين الخط اللي واصل للأرث هو معزول عن اللايف والنيوترال وايرز. طيب هذا الأرث. طب شو بالنسبة للجراوند؟ الجراوندينج means connecting the live part. It means the part which carries current under normal conditions to the earth. هذه بنسميها grounding، اللي هو انك تشبك جزء اللي بمر فيه تيار كهربائي بالارض. All electrical او electronic circuits AC كانت او DC بدها reference point اللي هو 0 volts. هذا بنسميه ground in order to make possible the current flow from generator to load. يعني دائما بحاجة reference، يعني دائما بحاجة ground أو بنسميه common. فالcommon أو الground يكون موصول على neutral wire زي ما احنا شايفين هون، هذا بنسميه grounding لأنه وصلنا neutral wire اللي بمر فيه تيار وصلناه على الأرث. فهذا ما بنسميه earthing، بنسميه grounding. الearthing هو اني اشبك الجزء اللي ما بمر فيه تيار. فواضح الفرق. The ground is may or may not be earthed. يعني اللي احنا شايفينه هون انه الground هو موصول على الارث، على الارض، لكن مرات ممكن ما يكون موصول على الارض. زي مثلا لو عندي breadboard شابك عليها بعض الالكترونيات، بعض الـ devices، تمام؟ وعارفين أنا هنا في عندي خط بيكون negative وخط من النقاط بيكون positive. هلا لو شبك كل النقاط الرفرنس على النيجاتيف فهو كأني أنا عملت ground. يعني نفترض برضو في عندي هنا مثلا resistor، نفترض أني شبكت كلياتهم هون، وفي عندك DC supply، DC supply positive تبعه على positive والnegative هون، فأنا فعليا بكون عملت common ground
ولكن هذا مش Earth، يعني مش موصول على الأرض وبس على البريد بورد. فالفكرة تبعته وأن أنا عملت Common، لكن مش شرط يكون الكومون تبعي Earth. لكن هل هذا Common؟ Yes Common، لأنه كل هذول النقاط النيجاتيف أو اللي هما الكومون صاروا مشبوكين على نفس النود، هذا كلياته نفس النود، وبالتالي شكل لي Ground. هلا لو نرجع للإيرثينج، تأثير الإيرث إنه فعليا أنت لو ما كنت عامل إيرثينج، كان عندك مثلا هذه الغسالة فيها جواتها الموتور تبعها مشبوك على لايف اي سي، فمشبوك على لايف ونيوترال، تمام، ومعمول له جراوندينج وليس ايرث، يعني هذا جراوند لانه مشبوك على اللايف، هذا جراوند. لكن هذه الغساله مش معمول لها ايرث لانه الشاسي تبعها مش موصول ولا مكان. ونفترض بعد مرور فتره من الزمان لسبب من الاسباب صار في عندك تعرض لسلك من الاسلاك وصار موصول على الشاسي زي ما احنا شايفين هون، صارت موصول. طيب شو الحل في هذا شو المشكله اللي بتواجهنا؟ المشكله اللي بتواجهنا لما يجي الاوبريتور ويلمس السطح الخارجي، هذا السطح صار مكهرب موصول بالتيار الكهربائي، التيار الكهربائي راح يلاقي انسب طريقه ليوصل فيها على الجراوند هو من خلال جسم الانسان الاوبريتور، فالتيار راح يمر بهذا الشكل وراح يكمل السيركت. طبعا هذه مشكلة انه ممكن تؤدي للموت. فهذا بدون ايرث، يعني مع جراوند ولكن بدون ايرث. السيستم نفسه لو بس عملنا هاي العملية اللي هي انه فعليا جبنا سلك يوصل الكيس المعدني تبعت هاي الغسالة بالارض، هذا اسمه ايرثينج بالاضافة للجراوند الموجود اساسا. في هذه الحالة شو اللي بيصير؟ نفترض نفس العملية، صار في عندك هون فولت أدى إنه الجسم الخارجي المعدني صار مكهرب، فلما يجي هذا الأوبريتر ويلمس الكيس الخارجي راح يصير هلا في عندك two options. الأوبشن الأولاني للتيار إنه يمر من خلال جسم الأوبريتر، أو الخيار الثاني هو إنه ينزل مباشرة. هون بيجي دور الإيرث، الريزيستنس تبعت الايرث بتكون قليله جدا واقل بكثير من الريزيستنس تبعت الانسان. فاحنا عارفين انه في هذه الحاله التيار راح ياخذ المسار الاسهل، فراح يختار يمر من هذا المسار وما راح يمر من جسم الانسان، فبالتالي حتى لو صار في عندك فولت الاوبريتر بضل سيف. حتى نفهم الموضوع اكثر خلينا نتطلع على اكزامبل واقعي لتوصيل مايكروويف من خلال خطوط الكهرباء في المنزل. في البداية طبعا المايكروويف طالع منه ثلاث خطوط موصولين بالإبريز تبع الحائط الوول سوكت. الوول سوكت تمام فيها ثلاث خطوط، الخط اللي هو اللايف أو بيسموه الهوت، والخط النيوترال، والخط الثالث هو الجراوند. والألوان بالعادة بتكون الهوت بيكون اللون الكيبل أسود، النيوترال بيكون أبيض، والجراوند بيكون أخضر. هلا جوا الحيط شو بيكون فيه؟ بيكون الأسلاك هذه واصلة على البريكر بانل اللي هي لوحة القواطع، فبتكون موصولة على قاطع، القاطع بيوصل الهوت مع الهوت اللي جاي من الترانسفورمر اللي موجود في المنطقة، بينما النيوترال بيكون مشبوك على بس بار اللي هو زي قطعة نحاسية موصلة، وطبعا موصول بالأخير كمان لنيوترال طالع من الترانسفورمر نفسه طبعا، والطرف الثاني من الترانسفورمر بيكون جاي من شركة الكهرباء. شو بالنسبة للجراوند؟ الجراوند بيكون واصل ل البريكر بانل، بيكون موصول مع الشاسي تبع البانل، بالتالي حتى البانل نفسها بتكون محمية، وبتكون موصولة مع النيوترال
والتنتين مع بعضهم بيكونوا معمول لهم ايرث ومزروعين في الارض. وطبعا برضو شركة الكهرباء بتكون عاملة ايرث للترانسفورمر تبعها. طيب كويس، شو اللي راح يصير في حالة صار عندي فولت؟ لو نفتح الكفر الخارجي تبع المايكرويف راح نلاحظ انه في عندك كابل الكهرباء الرئيسي هذا، تمام، طالع منه ثلاث اسلاك، السلك الاسود والسلك الابيض، هذول داخلين على البورد وبالتالي داخلين على الاجزاء الداخليه، وفي السلك الثالث الاخضر اللي هو مش داخل على اي شيء الكتريكال، ما له دخل باي شيء الكترونيك بالمايكرويف، هو موصول على الشاصي تبع المايكرويف، وبرضه عامل هو كومون للالكتريكال سيركتس الموجوده جوا. فبالتالي كل الكفر هذا صار لانه معدني كلياته مربوط بالايرث اللي طالعه من هون ورايحه زي ما شفنا على البريكر بانل ورايحه بعديها على الجراوند روت. لو بدنا ناخذ صوره اوضح للبريكر بانل حتى نفهمها اكثر، لو بدنا نطلع على السيركت بريكر بانل موجوده في بيوتنا جميعا، راح نلاحظ انه الكهرباء اللي جاي من ساعة الرئيسية، في هذه الحالة طبعا عندنا ثلاثة فاز، ففي عندك الفيز الأولاني الأزرق، الفيز الثاني الأحمر، والفيز الثالث الأسود، بالإضافة للنيوترال. هذول الثلاثة اللايف راح يتوزعوا على different circuit breaker، كل circuit breaker بيغذي منطقة من البيت أو من العمارة، تمام؟ ومشان نوزع بطريقة بالانس، فواضح انه احنا محافظين على الالوان، يعني الاسود بعدين الاحمر بعدين الازرق وهكذا. فهذا كلياته هو اللايف، بس في عنا ثلاث خطوط هنا بدل خط واحد. اما بالنسبة للخط النيوترال فهو موصول على البس بار، في اثنين بس بارز، وكل الخطوط البيض هدول طالعين. ففعليا هدول الخطوط اللي طالعين من هون هم رايحين على الوول سوكتس في البيت، اللي هما كل الأباريز الموجودة، كل إبريز بياخد لون من هدول الثلاث ألوان، لون واحد مع الأبيض. بالإضافة لهيك في عنا الأخضر، الأخضر إذا إحنا شايفين هون عامل attachment مع الهيكل المعدني، يونا زي برغي إذا شايفين. وبرضو مجموعة الكوابل اللي لونهم أخضر هدول الموجودين هون كمان موصولين على بس بار، والباس بار هذا معمول له شورت مع الباس بار تبع النيوترال، فالنيوترال والإيرث هما موصولين مع بعض. وطبعا كل خطوط الإيرث هدول طالعين كمان مشان يوصلوا للأباريز، فبالتالي كل إبريز موجود عندك في البيت بيكون في إله ثلاث تيرمينالز. تيرمينال الأول بيكون جاي من خط من هدول الخطوط اللايف، يا إما أسود أو أحمر أو أزرق. التيرمينال الثاني بيكون أبيض اللي هو النيوترال، والتيرمينال الثالث بيكون الأخضر اللي هو الأرث. والأرث هذا كلياته لونه أخضر بيكون موصول على حفرة بجنب البيت، تمام، وموجود في رود داخل جوا الأرض. آخر نقطة بدنا نحكيها إنه لما نشوف هذا بسيركت صغير إلكترونية، هذا ليس بالضرورة معناته أنه هذا ولا مشبوكين على إيرث محطوط في رد جوا الأرض. لما تكون إلكترونيك سيركت صغيرة على الأغلب القصد من هذول فقط معناته هو أنهم كلياتهم هذولا كومن وإلهم نفس الفولتج، زي مثال البريد بورد اللي حكينا قبل شوي. فهذولا كلياتهم بيكونوا نقطة واحدة، ولكن ليس بالضرورة انه هذولا مشبوكين على رد موجود داخل الأرض، يعني على الأغلب لا، خصوصا في سيركت إلكترونيك صغيرة انت ما في خطورة كبيرة على الأوبريتر. لما نحكي عن لو كارنت فانت فعليا مش بالضرورة انك شابكها على إيرث حقيقي. فهذا الشكل هو فقط معناته انه هذولا common ground، وليس بالضرورة معناتهم انهم مشبوكين على ايرث موصول برد في الارض.